هذا الموقع، هذه الواجهة الخاصة به، توجد فضاء الأولياء، نجد فيه تسجيل دخول للذين يمتلكون حسابا من قبل، أو ما يهمنا هو تسجيل الجديد بالنسبة لكل ولي يريد التسجيل في هذا الموقع. أول شيء يجب كما قلنا أن نتوفر على بريد إلكتروني مهما كان نوعه. ثاني شيء هو الشهادة المدرسية التي يمكنك سحبها من المدرسة الخاصة بابنك. تذهب إلى المدرسة وتطلب منهم شهادة مدرسية، ستفيدنا في شيء مهم جدا عند التسجيل. أولا نبدأ بنضغط على التسجيل الجديد، ثم نقوم بكتابة، هنا توجد عندي خانة البريد الإلكتروني، نقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بي. هنا البريد الإلكتروني في هذه الخانة. بعد ذلك نجد كلمة المرور، هي موت باس، يكون بالفرنسية، على الأقل فيه 8 حروف. أضع كلمة مرور. بعد ذلك أعيد كتابة كلمة المرور. بعد ذلك هذه الكابتشا عبارة عن أرقام، أعيد كتابتها عادي، 8 كما هو موضح هنا، 8 3 1 1، أعيدها كما هي مكتوبة. بعد ذلك أقوم بالضغط على التالي. كما تلاحظون ستظهر لي هذه الرسالة: سيتم إرسال رابط تفعيل الحساب على البريد الإلكتروني الخاص بك، يرجى الاطلاع والضغط عليه لتفعيله وشكر. بعد ذلك نذهب إلى البريد الإلكتروني الخاص بي الذي قمت بالتسجيل به، نتحصل على كما تلاحظون هنا جاءتني رسالة System Info Man. هنا نلاحظ الرسالة تحتوي على رمز التفعيل. نذهب: مرحبا بكم في فضاء أولياء التلاميذ، لقد قمت بتسجيل حساب جديدا، قام النظام بإرسال كود التفعيل. هنا نلاحظ كلمة أو جملة الرجاء الضغط هنا، نقوم بالضغط على هنا، ستفتح عندي نافذة. هذه النافذة شروط استخدام الموقع والتسجيل في الأرضية. ننزل إلى الأسفل، نقوم بالسحب إلى الأسفل، ثم نلاحظ هنا أوافق على جميع الشروط الخاصة باستخدام الموقع. ماذا نلاحظ؟ تظهر لنا معلومات الحالة المدنية الخاصة بماذا؟ بالولي وليس بالتلميذ. نقوم هنا اللقب، كتاب اللقب مثلا، أقوم بكتابة أي لقب، بالعربية مثلا. اسم اللقب الولي، اسم الولي بالعربية، ثم باللغة اللاتينية. بعد ذلك تاريخ ميلاد الولي، وهنا الولي إذا كان ذكر أو أنثى، بلد الميلاد الجزائر بالطبع، الجنسية الجزائرية، ولاية الميلاد، لا ننسى ولاية الميلاد، فليس بالضروري أن نقوم بكتابتها. ثم نقوم بالضغط على التالي، ستظهر لنا نافذة أخرى، المعلومات الشخصية، المستوى التعليمي، نقوم بكتابة المستوى التعليمي مثلا، المستوى التعليمي للولي وليس للتلميذ. مثلا عندي ماجستير. بعد ذلك مهنة الولي، نقوم بكتابتها مثلا، نكتب أي مثلا مدير أو أي شيء. ولاية الإقامة ليس بالضرورة كتابتها، لكن من الأفضل أن نقوم بكتابتها. نذهب إلى ولاية، أي ولاية مثلا، دائرة الإقامة، بلدية الإقامة، وهنا نقوم بكتابة العنوان الشخصي الكامل للولي، وهنا نقوم بكتابة رقم الهاتف.
ثم نقوم بالضغط على التالي. نلاحظ هنا إدخال الأبناء المتمدرسين، هي آخر خطوة. أولا نقوم في هذه الخطوة نقوم بكتابة أو باختيار مديرية التربية التي ينتمي لها ابنك. سأبحث عن مديرية التربية هنا. بعد ذلك هنا نلاحظ رمز التلميذ. ما معنى رمز التلميذ؟ كما تلاحظون هنا عندي شهادة مدرسية، يوجد هنا شكل كدبار فيه عدد كبير جدا، يبدأ مكتوبة رقم التعريف المدرسي. رقم التعريف المدرسي هنا تجده في الشهادة المدرسية، تستلم هذه الشهادة المدرسية من المدرسة التي يدرس فيها ابنك. نقوم بكتابة الرمز بطريقة صحيحة. 122 30. عندما لاحظوا هنا، عندما أقوم بكتابة رمز التلميذ سيظهر مباشرة اسم التلميذ، يعني لكي تتأكد من أن رمز التلميذ صحيح سيظهر لك اسم ابنك. ثم نقوم بكتابة نوع العلاقة، إن كان الولي أب أو أم أو في حالة كفيل أختار مثلا أب. بعد ذلك أقوم بالضغط على تأكيد، وقمت بتسجيل ابني في أو سجلت نفسي في الفضاء الخاص بالأولياء. ولا ننسى طباعة الاستمارة.